زومبي واحد وواحد في فيديو كان بيزوم على حته بيضه كده وحاجتين كنت شايفها خلاص. بعد البارامتر الاوبشنال عايزين البارامتر الريفرنس. الريفرنس بارامتر قال لك في حاجه مهمه جدا تاخد بالك منها بقى واحنا بنبعت البارامترز ديت حتى لو في المثال القديم اللي فات ده هو هو. افترضنا انا بعت مثلا ايه الايدج، بعت العمر، وهنا عايز اقول ايه الايدج بلس بلس زود له زود عمره ايه سنه مثلا. هل انا دلوقتي لما جيت بعت مثلا جيت تحت الزرار هنا قمت قايل مثلا ايه عرفته متغير اي ان تي ايج تساوي 18 15 جت 15 15 15 قمت جاي هنا وبعت مين؟ بعت الايج. السؤال بتاعي بقى للناس بقى اللي مركزه بقى، لو جيت مسج بوكس متطابع هنا الايج هيطلع بكام؟ ازاي يعني؟ 15 16 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
يمشي واحدة ادي الايج ب 15 وادي كاستمر دوت ويلكم وبعت له الايج رحت كده على الايج في الكاستمر هيجي الايج ومزوده بايه مزوده بواحد المفروض بعد كده بعد ما يخلص هي ما مطلع لي مين الايج يا ترى الايج دي بكام 16 سمعتك خلاص سمعتك ها 16 ها 25 15 ها طيب اوضح اكتر شويه حتى في ناس كده ما ردتش اوضح اكتر اين دي اكس بلاش ايج انا مش عايز اسميها ايج يا اخي وهنا اكس وهنا اكس ادي اكس ب 15 بعت اكس ب 15 راحت فين راحت هنا اللي هي خليتها الايج الايج زادت بواحد خلاص وهنا طبعا هلو السؤال بتاعنا تاني بقى بعد كده قام جه مطابع قيمه الاكس الاكس بكام 16 الاكس بكام كام يا محمد ده احمد 16 قلت المره فاتت 15 يا ابني انت تهت ولا انت قلت 15 خلاص اتعرفت انا قلت 15 ولا 16 صباح النور هو لما قلنا 15 16 قال 15 هو مش واخد باله اصلا مش مركز في موضوع 15 يعني لازم تختار واحده من الاثنين 15 ماشي غلب بقى صح يعني مش مشكله والاخ ده زاد بقى معانا مع تبع 15 على 15 من الاول وده كله 16 في ناس ساكته يعني مش معانا دول هي في الاولانيه تبقى 16 برضه يا ابني هسالك سؤال انا هحل السؤال دلوقتي اين تي اكس ب 15 بعتنا في ويلكم الاكس دلوقتي طبعا هتروح تخش مين اللي هيستلمها من اول هنا الايج مالوش دعوه بالاكس خالص ده متغير جديد اسمه ايج هياخد قيمه الاكس ليه 15 وزاده واحد تبقى بكام ب 16 ولما نخرج من هنا كل حاجه راحت الاكس هنا بكام ما زالت زي ما هي ب 15 انا بعتها هو اشتغل عليها ما اشتغلش عليها ما يهمنيش لكن الاكس بتاعتي ما زالت اكس الاكس بتاعتي ما زالت ايه ما زالت اكس اما اجي اطبع قيمه الاكس تطلع بكام 15 ان هو خد كوبي من المتغير وحطه جوه البارامتر لازم تفرق ما بين المرسل والمستقبل المرسل شيء والمستقبل ايه مستقبل شيء تاني ده ملوش دعوه ده ما بيحتكش لو جيت عملت كده رن دوست قال له 15 ما احتكش مع ان الايدج هناك مالها بقى ب 16 اه بس ده الايدج انت اما بعت له كده القيمه خد منها كوبي قام حطها جوه متغير اسمه الايدج وزود متغير الايدج وكام ده لكن الاكس هناك زي ما هي ده متغير اصلا اه ده متغير تاني لخبطتكم انا الاول ما سميتهم هم الاثنين نفس الاسم طب لو ايدج زود 16 اصل هنا ايدج اه متغير والايدج اللي هناك متغير تاني خالص ده شيء وده شيء ده هنا اللي تحت الشاشه ما اتلمسش واللي هناك جوه المسود ملوش دعوه غير جوه المسود فده شيء وده ايه؟ 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 عادي
ايوه يا عم، هي يا ابني مش بالاسم هي اصلا. انا قصدي مش بالاسم، يعني ده مسح في بس مسح لكم. طب بطريقه اوضح لكم الدنيا دي قوي. ايج بقى ومش ايج بقى، خلاص. لو جيت رنيت دلوقتي قبل ما اجي ارن هقول له وحياتك يا شيخ، اول لما تيجي تعمل ايج ب 15 وريني الدنيا ماشيه ازاي. خلاص كده؟ ورن يا ابني. ازاي سنة؟ قال لي ايج عاملها ب 15 دلوقتي. قلت له كام جميل، هي فيها كام دلوقتي؟ قال لي دلوقتي صفر بس ما هواش حاجه. هنفس السطر ده قلت له في 11 نفس السطر ده هعمله. كلام جميل. عمله بقت الايج بكام دلوقتي؟ اقف عليها بقت بكام؟ ب 15. قال لي دلوقتي هنادي على كاست دوت ويلكم وابعت له الايج اللي هو 15. تعال بص كده معايا هناك على الايج اللي هنا ده كام؟ لا هو كان اي كلمه ايج دلوقتي كده بس، لكن هو لسه ما اشتغلش. قلت له صفر في 11 عم عديني هناك. لما عديني هناك خلي الايج دي بكام؟ 15. انزل هناك في 11 هيزودها بواحد. نزلت كده بقت الايج بكام؟ 16. الايج هنا بكام؟ المفروض دي ما تاثرتش بس للاسف هو الديزاينر بتاعنا نوت في بياخد اي كلمه ايدج بالمنظر نفس المنظر. خلاص لما اجي ارجع ريتير هيرجعني تاني، رجعني هنا. هنا كده الايدج بتاعتي ما زالت ب 15. الايدج اللي هنا هو اللي بقت بكام؟ ب 15 برضه. طبعا هي ب 16 بس هو بعيد عنكم عشان الفيجوال عاملينه. طالما نفس الاسم يبقى هو المتغير. طبعا ده غباء منهم، غلطه من غلطاتهم هي الجميله اهي. ما اعتمدوش على ان هم يدوروا في الذاكره، اعتمدوا ان هم ياخدوا بالايه؟ بالاسم. الدليل يا مايكروسوفت نغير الاسم ونخليه اكس واوريكم النتيجة هيبقى ايه؟ هيطلع قيمه من غير القيم، مع ان ما غيرناش غير الاسم. محدش معايا. هو ده السؤال اللي كنت بسأله دلوقتي، عملنا ايدج هنا برضه ايدج هنا. الشرح واحد، سمعت انا قلته ايه؟ سيبك من مايكروسوفت دي. خليك معاهم وانت تغرق. خلاص اجرب تاني. ادوس على الزرار اهو. قال لي هنا اكس بكام؟ لسه بصفر. كلام جميل. اف 11 دخل هنا على مين؟ اكس بقى بكام؟ 15. اتش بكام؟ سبحان الله المره كان بيطلعها 15 عشان كانت نفس المسمى وخلاص ماشي حركه سيد. خلاص؟ لكن هي طبعا المفروض ما تبقاش كده، هو كده الصح. اتش لسه ما تواجدتش في الذاكره اساسا. لكن هو عشان كان الاسم زي الاسم قال لك يلا شغل ماشي حالك. خلاص؟ عرفنا الفروق؟ طيب الواحد من كل ما يمسك مشكله في مايكروسوفت يفرح ليه مش عارف. بيكرهها لله لله. بس طبعا انا بعشق الفيجوال ستوديو يعني. خلاص ده اللي يعني انا بعشقه جدا يعني، او البرمجه عموما يعني. كاستمر كاست دوت ويلكم بقى هنا اكس بكام رايحه؟ ب 15. ايش بكام؟ لسه بقى اريس اف 11 راحت كده راحت. بص على الايدج بقى بكام؟ ب 15. الاكس بكام عندي؟ ب 15. هاجي هنا اف 11 قال الايدج هتزيد بايه؟ هتزيد بواحد. نزل تحت بقت الايدج بكام؟ ب 16. طب والاكس بكام؟ 15. المره اللي فاتت كان طبعا ايه؟ المسمى كان تقيس، المسميات شبه بعض وبياخدوا بالاسم يعني. انا كنت متوقع ان هم يعني بيدوروا في الذاكره وبيجيبوا في الذاكره ايه؟ هم نفس المسميات وخلاص ماشي شغال. ايدج بكام؟ بس طبعا يعني هو طبعا ده مش في البرمجه، في البرمجه شغاله صح والدليل ده. لكن هم الديزاينر اللي هو ايه؟ اللي هو الاسلوب بتاع البريك بوينت ويوريك ويفهمك دلوقتي في الذاكره 16 والكلام ده، هو ده اللي هم كروتوه. لكن البرمجه ما تتكروتش يعني، هم زي نفسهم عاملينها صح في الذاكره والدليل ان هم فرقوا. حتى في المره اللي فاتت فرقوا بس كانت التشابه دي تقعد بالماوس يقول لك ده 16 وده 16 ازاي يا ابني؟ ده غلط الديزاين بس مش غلط في البرمجه يعني، غلط في الديزاينر عندهم يعني. خلاص هنا بقى 16، هنا بكام بقى اكس؟ 15 زي ما هي لسه ما اثرش على القيمه بتاعته، ما اثرش على القيمه ايه؟ على القيمه الثانيه انه خد منه هكوبي. فهمنا الفكره؟ ده كله اطلع كده زي ما انا 15 وهوبا يطلع لي برده الرساله بكام؟ ب 15. اللي انا بقوله دلوقتي بقى اللي هو اللي انا ده كله البارامتر العادي. ما قلتش لسه ريفرنس بارامتر اللي هو موضوع شرح المره دي. ريفرنس بارامتر بقى اللي هي افترضنا بقى ان انا عايزه يروح ويتاثر بالتغييرات اللي في الميثود ويرجع لي متغير. عرفناها. لا احنا عرفنا العادي. ده لا احنا الاول غلطه بتاعتكم كانت عاملينها كده، لكن احنا دلوقتي عايزينه يروح فعلي. يتاثر بالميثود. مش ياخد مكان كوبي جديد في الذاكره، لا. ياخد ايدج.
واكس الاثنين يشاوروا على مكان واحد في الميموري. لو حصل اي تغيير في المكان في الميموري دوت هما الاثنين اتاثروا. دي بقى الريفرنس ايه؟ الريفرنس بارامتر. ده كده بياخد متغير بس بياخد منه كوبي، يعني هيبقى في مكانين في الذاكره في الرام عندنا اثنين، حته مسمينها اكس وحته مسمينها ايه؟ ايج. ودي بتتغير ودي بتتغير مالهاش دعوه ببعضيها، دي اتغيرت مالهاش دعوه بدي ودي اتغيرت مالهاش دعوه بدي. وده الطبيعي وده الجميل وده اللذيذ وده المعظم. لكن بعض الحالات النادره ببقى عايز الاثنين نفس الاسم نفس الايه؟ المكان. لو غيرت في الميثود يسمع عندي في اللي بنادي بيه، ولو غيرت في بنادي بيه يسمع في الايه؟ في الميثود. هما الاثنين بيشاوروا على مكان ايه؟ مكان واحد. اعمل ايه؟ قبل كلمه اللي هو الريفرنس بارامتر اللي هو بقى قبل كلمه انت كنت كاتب كلمه ايه؟ ريف. ريف يعني هروح، ريف يعني ريفرنس يعني يشير الى، ريفرنس يعني يشير الى، يعني الريفرنس انتجر اتش ده يشير، ده مكان مش متغير، ده اسم اشاره. علم علمنا علمنا لغه عربيه. اسم اشاره، اسم اشاره مقصود بايه؟ يعني هيبقى اسم مش مكان في الذاكره، لا ده هو يشير الى مكان اصلا موجود في الايه؟ في الذاكره. دي كلمه معنى كلمه ايه؟ ريف. دي معنى كلمه ايه؟ ريف. لو جينا عملنا بيلد كده هيقول لي في غلط. ايه يا عم الغلط؟ قال لي انت باعت قيمه المتغير ريف، صح اهو. قال لي انت باعت اكس دي المتغير ايه؟ ريفرن ريف. لازم تقول ده برضو ان ده عباره عن ايه؟ عن ريف، عشان يفهم ان انت دوت ده هيشير وده هيشير، والاكس والايدج الاثنين هيشيروا لنفس الايه؟ المكان المحجوز الاول في الذاكره ايا ما كان فيهم. المحجوز الاول في الايه؟ طبعا المحجوز الاول هو مين؟ اكس. لازم اكس المره دي شايله قيمه 15، الايدج تاخد قيمه كام؟ 15. تزودها الاكس تتغير برضه لان هم الاثنين بيشيروا لنفس الايه؟ لنفس البقعه اللي الاثنين بيلعبوا فيها. طب انا لو عندي اكتر من حاجه عايز اعملها ريف لا ما لو مش مرتبطين، يعني الناس دولت مرتبطين ببعض، لو انا مثلا واخدها مثلا كراس او جوه الميثود دي تاني حاجه تانيه فيها ريف ومرتبطه بحاجه تانيه فيها ريف. ايوه اعملهم عادي مرتبطين بحاجه تانيه بقى. اثنين في مكان في الذاكره واثنين في مكان تاني في الذاكره. ايوه ايه المشكله؟ البرنامج ده ان قال ريف مع الاول، ما انا مش باعت الاكس هتوصل للايدج هيجوز الاثنين دول مع بعض، ريف ثانيه هيجوز الاثنين التانيين مع بعض، ملوش دعوه ده مكانين في ده مكان في الذاكره وده مكان في الذاكره ثاني. فهمنا الفكره؟ مش واصله؟ مش واصله بتاعتك انت مش بتاعتي انا. مش واصله اللي انت كنت عايز تقوله يعني؟ طب يعني مثلا مثلا هقول لك كنت تقول لي لو عايز النيم مثلا ريفرنس كمان حاجه ثانيه ميثود جديده. طب مالها يا عم مش هتتاثر بدي خالص، هتبقى دي مكان في الذاكره ودي مكان في الذاكره، دي حاجه ودي حاجه. وقت ما استخدم دي تبقى الاثنين دول ريفرنس، الثانيه دول ريفرنس لوحديهم، هو لوحده دلوقتي هيبقى ده لوحده وده لوحده. لو جينا عملنا دلوقتي كده رن مش نتتبع برضو وادوس هنا على ده، قال لي اكس بكام يا عمي؟ اكس بصفر. ادوس اف 11 قال لي اكس دلوقتي بقى بكام؟ 15. طب والايدج بكام؟ لا لسه 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 برضه، هو لسه بعت لها وقلت لها انت ريفرنس، لسه السطر بتاع انت ريفرنس لسه ما اتقالش، لسه هيتقال اهو اللي هو ده اللي هو باصفر ده، لسه هقول له ريفرنس اكس، لسه هقول له ريفرنس ايه؟ اكس اف 11 جالي هنا كده ايدج بتاعتي اكس بكام؟ ب 15. طب والايدج بكام؟ ب 15. كلام جميل. لا كده وهم الاثنين دلوقتي بيشيلوا في الذاكره لمكان واحد، الدليل هو الحته اللي جايه دي ايدج بلس بلس. ايدج بلس بلس هتعمل ايه؟ هتزود انه مكان بقى البقعه اللي احنا مسمينها ايدج، ونفس هي نفس البقعه دي اللي مسمينها برضو ايه؟ مسمينها اكس. لو جينا دوسنا كده بقت ايدج بقت ب 16. طب والاكس؟ المفروض الديزاينر بتاعها. اه والله انا دي بقى دي بقى مايكروسوفت يعني. ايه نبعت لهم الفيديو دوت. دكتور النتيجه تبقى 16 دلوقتي. لو حد فيكم بيشتغل عامل نفسه مشترك مع مايكروسوفت في الموقع بتاعها ممكن تبعت لها. بعت لها يصلحوها على طول، هيصلحوها فعلا. طب بقى تقول لي على فكره الحته دي انا اللي مصلحها. خلاص ادي ايدج ب 16 وادي نوت اكس بكام؟ ب 16. دي 16 احنا شايفينها. 16 ادوس اف 11
عم بص كده عليك دلوقتي حولوها لسه اتحولت اهي بس اه ما ربنا سهل له يعني خلاص هيكس بكام 16 بس هي من الاول التغيير المفروض الاثنين يسمعها بس هو ما بيقراش من الذاكره هو بيقرا من الايه بالتتبع يعني بيقرا بالتتبع بس وبيقرا من الاسماء دلوقتي كده لو جينا عملنا رن طلع لي هلو طلع لي كام 16 فهمنا الفكره بتاعتها خلاص ده الريفرنس ايه بارامتر